السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم يا الزوينات ديالي في هذا الفيديو اللي جاي من مروه. كما كتعرفوا مروه كتجيب ديما العروض زوينه صراحه، عندهم المونطويات كيحمقوا البنات صراحه. واخا ما صورتهمش في هذا الفيديو المونطويات الجديد ديال زعما اللباس ديال الشتاء، ولكن لباس الشتاء عندهم غزال غزال. انا كننصحكم انكم تمشيو ليها، هذا الشيء غير واحد لابارتي قليله، غير تصادفت مع حدا هذا السبرديلات وحدا لي بوط، وانا نصورها لكم لان انا كنت يلا بديت كنصور لكم من هاد الجي، حيت تما كان في لونطري كانوا الناس بزاف، ما بغيتش زعما نصور نقبطهم. ولكن اون فان كونت ما كتبش ما صورش حتى تما، لان السيده قالت ليا ممنوع، وهاد الماغازان بالضبط سبحان الله العظيم هما اللي كيقولوا ممنوع، ما عرفتش علاش. باغ كونت لي ماغازان الاخرين ما كيهضروش. المهم احنا ماشي شغلنا، انا اللي الهدف ديالي هو ان نوصل لكم ونوريكم شنو كاين في الجديد والاثمنه بيان سور باش تعرفوا شنو كاين. هي مروه صراحه انا كيبقى كيعجبني داكشي ديالها، كل واحد الوقت تختلف، كاين اللي كيجي هذاكشي ديالها ماشي زال تما كاين، وانا ماشي كنقول لكم لي بياس كلهم ولا اي حاجه راه فيها طب، ولكن كل واحد وشنو كيعجبو كل واحد وشنو كيجي معاه، هادشي اللي كاين. المهم انا نوريت نخليكم مع الفيديو. هنا كما كتشوفوا سبرتيلات يعني صراحه الله زوينين، لي بوط غادي تشوفوهم حتى هما كذلك في هذا الفيديو. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش من اللايك وشاركوا مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وشكرا بزاف ليكم من القلب، والتعاليق ديالكم صراحه فخر ليا وكتعجبني، وبزاف لاصحاب القنوات ولا للناس اللي كيشاركوا جداد كنقول لهم شكرا بزاف للثقه ديالكم، وشجعوني شجعوني هكا باش نزيد نصور لكم ان شاء الله باذن الله. نخليكم مع الفيديو حتى الاخر.